حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الصماد شارك إعلاميا في الفعاليات رغم وفاته قبلها بأيام. منظمة تتهم الحوثيين ببث الكراهية داخل المدارس. البخور العدني لم يسلم من بارود الحرب. وغرامة $500 على مسافرة أمريكية بسبب تفاحة. أهلا بكم. احتل خبر مقتل القيادي في ميليشيا الحوثي ورئيس المجلس السياسي صالح الصماد الصدارة في مواقع الأخبار المحلية، لكن موقع يمن مونيتور يقول إن الميليشيا ظلت متحفظة على الخبر لخمسة أيام. وعنون الموقع: خمسة أيام على مقتل الصماد ووسائل إعلام الجماعة تنشر أخبار فعالياته. وقال الموقع إن وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرتها استمرت في نشر أخبار عن فعاليات يقوم بها. ففي يوم الاثنين نشرت صحيفة الثورة الخاضعة لسيطرة الجماعة في صفحتها الأولى عن زيارة الصماد لورشات التصنيع العسكري، معلنا عن ألغام مضادة للدروع ومدفعية بأنواعها صنعت محليا. وقالت الصحيفة إن ذلك جرى يوم الأحد. وكان تلفزيون المسيرة قد بث مقاطع فيديو في ليل الأحد الماضي عن الزيارة وتفقد ورش التصنيع العسكري. ونقل مراسل يمن مونيتور عن مسؤول في الجماعة قوله: تم كتمان الخبر حتى لا تتأثر جبهات القتال الداخلية، لكن وسائل إعلام خصوم الجماعة كانت تشير بين وقت وآخر إلى خلافات بين الصماد والجماعة المسلحة بمن فيهم محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا. موقع المصدر أونلاين تابع ما حدث مع قيادي آخر من ميليشيات الحوثي، وعنون الموقع: نجاة قيادي حوثي من كمين نصبه مسلحون حوثيون في إب. وقال الموقع إن قياديا حوثيا نجا من كمين مسلح مساء الأحد في مديرية القفر شمال محافظة إب. وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن مسلحين حوثيين نصبوا كمينا استهدف قياديا حوثيا بارزا بمديرية القفر شمال إب. وأضاف المصدر بأن مسلحين حوثيين نصبوا كمينا استهدف مشرف الحوثيين بمديرية القفر القيادي الحوثي أبو الحسن بمنطقة الصنع بعزلة بني سبأ بالقفر العالي. وذكر المصدر أن القيادي نجا من الكمين، وبحسب المصدر فإن القيادي الحوثي شن حملة مسلحة استهدفت منازل المهاجمين واختطف عددا منهم وأودعهم السجون. ثورات أضرت بثورات. تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله في صحيفة الحياة اللندنية، مضيفا في أجزاء من المقال: صار مما يشبه البديهي الكلام عن التخلي الغربي، وخصوصا الأمريكي، بوصفه أحد أسباب الإخفاق الذي أصاب الثورات العربية. وهذا الرابط الصائب بيّن مصائر الثورات والتخلي الغربي، إنما ينم هو أيضا عن مدى الترابط بين أجزاء كوكبنا، إلا أنه بالقدر ذاته يشير إلى مدى التباين والتفاوت داخل الترابط المذكور. فالعالم واحد وكثير في الوقت عينه، ومن دون إدراك هذه العلاقة المركبة تكاملا وتبايناً، يبقى تناول الموقف الغربي أقرب إلى تعميم أخلاقي قد يدفعه البعض إلى سوية التأويل التآمري. التخلي الغربي كما افتتحه وعبر عنه باراك أوباما جاء مثقلا بتجربتي العراق وأفغانستان اللتين سبقتا رئاسته، ثم بالتدخل العارض في ليبيا إبان تلك الرئاسة، لكنه في أغلب الظن جاء أيضا محكوما بعناصر أخرى لا يفيد التلخيص في النظر إليها. وفي وقت لاحق ولأسباب تتصل أيضا بالتركيب المجتمعي، جاء النجاح النسبي في تونس من بين تجارب الشرق الأوسط بوصفه الاستثناء عندنا، فيما كان هو نفسه الأقرب إلى القاعدة في أوروبا الوسطى والشرقية. يوغوسلافيا الاستثناء الأوروبي الذي يشبه القاعدة عندنا، تونس الاستثناء العربي الذي يشبه القاعدة عندهم. هذا الانتباه الأوبامي إلى التفاوت كان بمعنى ما ردا على عقيدة المحافظين الجدد التي سادت عهد جورج دبليو بوش وحروبه. وبعد أن تقدمت الثورات القديمة بوصفها استئصالا لشر جماعي طبقة بعينها أو أحيانا أمة بعينها، فإن الثورات الجديدة ناهضت أفرادا بعينهم هم المسؤولون عن القتل والقمع والفساد، وجاءت بهم إلى المحاكم. هذه العناصر لم تفتقر إليها ثورات الربيع العربي، لا سيما في طورها الأول، بيد أنها كانت أضعف من أن تمضي بالثورة إلى نهايات ظافرة. أما أن التخلي الغربي المسكون بالنموذج الأوروبي كنموذج أوحد للثورة،
زاد تلك البدايات الثورية في بلداننا ضعفا على ضعف، فهذا بدوره مؤكد. مثل مقتل رئيس المجلس السياسي التابع لجماعة الحوثي والذي يسيطر على مناطق في شمال اليمن أقصى هزيمة تتلقاها جماعة الحوثي منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في اليمن، وذلك وفقا لموقع عدن الغاد والذي أضاف: منذ مقتل الرئيس اليمني السابق صالح في صنعاء بات الصماد هو أحد أبرز الوجوه التي حاولت تقديم نفسها كقوة سياسية تدير الوضع في صنعاء، وقدم الرجل نفسه باعتباره الرئيس الذي يدير المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بشمال اليمن. ويضيف الموقع: إلى حد كبير نجح الرجل في السيطرة على زمام الأمور في صنعاء، ودشن حالات تقارب سياسية بين قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام عقب مقتل صالح. ويفيد عدن الغد أن واقعة مقتل صالح الصماد تمثل واحدة من أكبر الخسائر السياسية والعسكرية التي منيت بها جماعة الحوثي. فبعد ساعة قليلة من مقتل الصماد اختارت الجماعة مهدي المشاط خلفا للصماد، والمشاط خبرته السياسية لا تكاد تذكر. تطال الحرب كل شيء وتصل إلى كل مهنة ووظيفة وتنتج عالمها الخاص بها القائم على اقتصاد الموت، وعنون موقع المشاهد نت: البخور العدني لم يسلم من بارود الحرب. ويسرد الموقع قصة واحدة من العاملات في هذا الحقل، حيث تنحدر منى سالم وهي سيدة ثلاثينية من أسرة يمنية تمتهن صناعة البخور العدني منذ زمن طويل. والبخور هي مادة معطرة يتم تحضيرها في المنازل باستخدام خلطات مختلفة ذات رائحة زكية. تقول منى: تعلمت صناعة البخور العدني من والدتي وشقيقاتي، جميع أفراد أسرتي يعملون في هذه المهنة التي تعد مصدر رزقنا الوحيد. منذ عرفت نفسي وأنا بين البخور، تخرجت من الجامعة ولم أحصل على وظيفة فانتقلت إلى صناعة البخور، نصنع كل أنواع البخور وأهمها العرايسي. إذن إلى أين تمضي بنا القضية الجنوبية؟ وإلى أين يمضي بها الفاعلون في إطارها وباسمها؟ من هذين السؤالين انطلق مصطفى الجبزي في مقاله المنشور في التغيير نت مضيفا: تأتي الطعنة الأكبر في خاصرة القضية الجنوبية من زاويتين، أولا تيه النخب المتحدثة باسم القضية، وثانيا من الصوت الذي يملأ وسائل التواصل الاجتماعي ويملأ الدنيا شحناً وغضباً وعبثية وعدوانية ولا عقلانية. ثانياً لأن الخطاب الشعبوي وصل إلى أعلى حد وبلغ اقتتالاً محلياً في عدن وفوت فرصة النهوض على المدينة من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن تبعات الفوضى في الجنوب عامة وفي عدن على وجه الخصوص بعيداً عن من هي أطرافها هي التي تمد كثيراً طرفي التهديد الوجودي لليمن وللإقليم بعناصر القوة. أقصد بطرفي التهديد الوجودي القاعدة والحوثيين، فهما رغم تعرضهما مذهبيا إلا أنهما مشتركان في الغاية، وهي هدم الدولة اليمنية وإقامة صيغة حكم مشابهة من حيث قوامها الديني الإقصائي ورفضهما للحريات العامة والديمقراطية والشراكة المجتمعية. تبدو نخب الجنوب الناطقة والمتحركة باسم القضية الجنوبية بكافة تنويعاتها تائهة وخطراً على القضية وعدالتها وأصالتها، ولأن النخب لم تكن صادقة مع نفسها ولا مع جمهورها وطرحت أطروحات متشددة غير واقعية ولا ممكنة لا سياسياً ولا اقتصادياً في هذه المرحلة بكل تأكيد. لقد جرى التمسك بإطار دولة الجنوب والهروب من مضامين هذه الدولة التي تبشر نواتها الآن بأنها خليط من أزمات مناطقية مع كتلة سلفية دينية متشددة. أبحرت هذه النخب بالقضية إلى ورطة وجودية نتيجة لسلوك انتهازي وإقصائي لا يرتكز على مصالحة تاريخية حقيقية، إنما تركيع وتوزيع أسباب الفشل التاريخي لتجربة دولة الجنوب بالمؤامرات وتجاوز الوقائع التاريخية والقفز على الجغرافيا وحتمياتها مع اتكاء على الشعبوية وتسفيه الشمال وادعاء فوقية حضارية على الشمال غير مبررة. اتهمت منظمة تتخذ من جنيف مقرا لها وتعنى بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، اتهمت الميليشيات الحوثية بقتل 25 طفلا خلال شهر مارس الماضي وبث خطاب الكراهية وعدم التسامح في المدارس، وعنون موقع يمن الغاد:
منظمة تتهم الحوثيين ببث الكراهية في المدارس وقتل 25 طفلا خلال شهر. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في تقرير لها إنها تلقت شكاوى من بعض الأهالي عن قيام ميليشيات الحوثي بتعبئة أطفالهم بخطاب الكراهية وعدم التسامح، ما أجبر بعض الأهالي على الامتناع عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة. وأضافت أنها وثقت 33 حالة توقف عن الدراسة بسبب الرسوم التي فرضتها ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، و118 حالة انتهاك ضد الأطفال خلال شهر مارس، غالبيتها في تعز وصنعاء والحديدة. وفي حين أدانت المنظمة كافة الجرائم التي ذكرتها في تقريرها والتي قالت إنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وحثت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على تقديم الدعم العاجل للمدنيين المهجرين قسرا. وبعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. كيف تعاملت الصحافة العربية مع مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد؟ البداية من العربي الجديد والتي عنونت مقتل صالح الصماد رئيس سلطة الحوثيين وزعيم الجناح القبلي بالجماعة. وقالت الصحيفة يعد الصماد من أبرز قيادات جماعة الحوثيين والأسماء التي ترافقت مع مسيرتها في الحرب، وبمقتله خسر الجناح القبلي للحوثيين أبرز رموزه، بالإضافة إلى رمزيته في منصبه كرئيس للأمر الواقع الذي توقع باسمه القرارات، وهو أرفع قيادي للحوثيين يقتل منذ بدء الحرب. وعن ظهوره في الأيام الأخيرة قالت الجريدة إنه ظهر بمحافظة الحديدة غرب البلاد، حيث اتجه إلى المحافظة للتحشيد والقيام بزيارات ميدانية وحضور ما يشبه العروض العسكرية للجماعة بالتزامن مع التصعيد في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي، إلا أن الحوثيين وبعد أيام من التكتم أعلنوا خبر مقتله، الأمر الذي يمثل تطورا بارزا على صعيد الحرب الدائرة في اليمن. فيما تحدثت صحيفة الحياة اللندنية عن ما وصفته بأقصى ضربة وعنونت مقتل رئيس المجلس الحوثي بغارة للتحالف أقصى ضربة للميليشيات منذ الانقلاب. وقالت الجريدة يعد مقتل الصماد أقصى ضربة تلقتها جماعة الحوثيين منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية وسيطرة الجماعة على صنعاء في 21 أيلول سبتمبر 2014. كما ركزت الصحيفة على التهديدات التي أطلقها زعيم الميليشيات وقالت توعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بألا يمر مقتل رئيس المجلس السياسي من دون محاسبة، واعترف بأن 6 آخرين من قيادي الجماعة قتلوا مع الصماد. وقالت الصحيفة إن هذا يأتي بالتزامن مع تقدم قوات الجيش في الساحل الغربي وتحقيق انتصارات كبيرة غربا، إذ تمت السيطرة على كل الطرق المؤدية إلى تعز وعلى الطريق الدولي بين الحديدة وتعز. عن أي جاهلية نتحدث؟ تحت هذا العنوان كتب الأردني أمجد ناصر مقاله في العربي الجديد مضيفا تكثر الدلائل على أن الفترة التي نسميها الجاهلية لم تكن فترة ظلام دامس، ليست فترة جهل في معارف وفنون شتى كما تصورها أدبياتنا العربية ما بعد الإسلامية. عما إذن تنعقد كلمة جاهلية؟ على أي معنى؟ الجهل بماذا؟ بالدين؟ كانت هناك أديان وكانت هناك عبادات لم تكن كلها وثنية بل توحيدية يهودية ومسيحية وحنيفية. بما بعد بالعمران يكفي مسح سريع للحضارة اليمنية السبائية والحميرية وغيرهما ليؤكد أن العمران المادي والمعنوي كان موجودا في أشكال شديدة التطور في شبه الجزيرة العربية. إن لم تكفي الحضارة اليمنية دليلا على اللاجاهلية فعليكم بالحلقة الحضارية النبطية. لا أظن أن أحداً يستطيع المجادلة في المستوى المادي العمراني الذي بلغته هذه الحلقة في أرض الأنباط التاريخية الممتدة من حوران إلى مشارف الحجاز. ترك الأنباط عمراناً غير بتر العجيبة يتكشف كل يوم
وعندما تسمح العربية السعودية بمزيد من البحث الأركيولوجي في أرض تلك الحواضر، سنقف على أمور قد تقلب نظرتنا إلى تاريخنا الذي كتب من وجهة نظر واحدة، القوى الصاعدة في الجزيرة العربية. وككل قوى صاعدة ومنتصرة على خصومها، تكتب تاريخها وتطمس تواريخ السابقين أو تقلل من شأنها. هذا أمر حتمي، فلكي يستتب الأمر للقوى الجديدة عليها أن تعين مصدر تميزها أو تفوقها على السابقين. لكن إعادة قراءة التاريخ هذه لا تني تحصل في أرجاء مختلفة من العالم، ولا تستثني تاريخا فلا عصمة لتاريخ. في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع في صحيفة ويست فرانس، والتي تابعت واحدة من أخطاء طيران التحالف التي يذهب المدنيون ضحيتها، وعنونت الصحيفة: زواج دموي في اليمن، أكثر من 20 قتيلا جراء القصف. وتقول الصحيفة: أسفرت الغارات الجوية التي نسبها المتمردون الحوثيون إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية عن مقتل وإصابة العشرات في ليلة الأحد في بني قيس. تضيف: لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 40 في غارات جوية وقعت على حفل زفاف ليلة الأحد في محافظة حجة شمال غرب اليمن. تتابع الصحيفة الفرنسية التي ترجمتها قناة بلقيس: أرجع المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على المنطقة الضربات إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 في اليمن لدعم القوات الموالية للحكومة. وتفيد الصحيفة أن التحالف العربي لم يتفاعل مع الموضوع، ولم يدلي المتحدث باسمه بأي تصريح بعد. في أخبارها المنوعة تعنون صحيفة الشرق الأوسط: غرامة $500 على مسافرة أمريكية بسبب تفاحة. وقالت الصحيفة إن وكالة الجمارك الأمريكية غرمت سيدة أمريكية $500 357 جنيه أستراليا بعد العثور على تفاحة بحقيبتها كانت قد حصلت عليها كوجبة خفيفة من شركة دلتا إيرلاينز أثناء سفرها من باريس لأمريكا. وحسب شبكة بي بي سي البريطانية، قالت السيدة التي تدعى كريستال تادلوك إن شركة الطيران أعطتها هذه التفاحة، ونظرا لأنها لم تكن جائعة في ذلك الوقت فقد قررت الاحتفاظ بالثمرة لتناولها في وقت لاحق، إلا أن وكالة الجمارك الأمريكية صادرت التفاحة وقررت تغريمها $500. وتمنع الجمارك جلب بعض الأغذية من الخارج، أهمها المنتجات الزراعية، حيث تسعى السلطات الأمريكية إلى ضمان مراقبة صارمة لهذه الأغذية تفاديا لبعض الحشرات. وعند عثور الجمارك على التفاحة، قالت تادلوك للجمارك إنها تسلمتها للتو من شركة الطيران، وتساءلت إذا كان بإمكانها التخلص منها أو تناولها، إلا أن موظف الجمارك طلب منها دفع غرامة قدرها $500. إذن جولتنا المصورة منتقاة من صحيفة الغارديان البريطانية، وتنوعت الصور بين الموضوعات المختلفة السياسية والاجتماعية، وأتت من بلدان مختلفة وعكست أوضاع كل بلد أتت منه. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.